وموضوع الضرائب او التعديلات الجمركيه او الضريبه اللي اتفرضت على مجموعه من السلع على لسان وزير الماليه، وكان معانا امبارح، وكان كنت بساله تحديدا عن موضوع النسبه وقوائم السلع ومدى ضروريتها او الاستغناء عنها، ليها بديل ولا لا، المنتج المحلي يقدر ينافس ولا عدم جودته هتخلينا مضطرين للتعامل معاه لان ما فيش بديل. على كل الاحوال وزير الماليه ووزير التجاره والصناعه النهارده اتكلموا واكدوا على ان القرار الجمهوري الصادر بتعديلات التعريفه الجمركيه الهدف منه انه نوفر المناخ اللازم لجذب الاستثمارات، وده هيساعد على النمو والتطور، وان التعديلات دي الهدف منها انه يعني نشتغل اكتر في جهود التنميه للمشروعات الصناعيه الصغيره والمتوسطه. والاهم من ده كله زي ما قال لنا وزير الماليه امبارح هو الحد من فاتوره الاستيراد اللي هي بتوصل او العجز الميزان التجاري عندنا اكتر من 49 مليار دولار، فعندنا طبعا مشكلة تحرير سعر الصرف، فبالتالي الفاتورة بقت أعلى لما بنيجي نستورد، وفي اتفاقيات احنا ملزمين بيها على المستوى الدولي فلازم يكون في استيراد، لكن ازاي نحدده او نقلله يمكن ده اللي تعامل معاه هذا القرار. على كل، انا معايا على التليفون استاذ ياسر جابر المستشار الإعلامي لوزير التجارة والصناعة. مساء الخير يا فندم. بخير استاذ لو. اهلا وسهلا بحضرتك. يومين ولسه موضوع التعريفه الجمركيه اللي زادت عامله قلق وتساؤلات، والقوائم اللي تم تحديدها استندتوا على ايه فيها؟ يعني على اي اساس حددتوا قلتوا ان هذه السلع غير ضروريه فبالتالي نزود التعريفه عليها؟ يعني خليني ابدا زي ما البيان حضرتك استعرضتيه دلوقتي، هو الغرض طبعا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي هو ان احنا ازاي نقدر نزود الطلب على الصناعه المحليه. أي. ونحاول نقلل ونرشد شويه من الاستيراد، خاصه ان معدلات الاستيراد كانت شهدت زياده غير طبيعيه في السنين اللي فاتت، لدرجه ان احنا في عام 2015 قفلنا السنه بحوالي 67 مليار دولار واردات قصاد 18.5 مليار دولار صادرات. ومن هنا ده كان هدف عندنا كوزاره التجاره والصناعه اكيد وكحكومه بصفه عامه، ان احنا ازاي نقدر اولا ان احنا نرشد عمليه الاعتماد على المنتج الاجنبي، ونحاول ان احنا نزود الطلب على الصناعه المحليه. الصناعه المحليه حضرتك يعني اضرب المشاكل اللي عانت بها خلال السنين اللي فاتت، وده كان يجب يكون في نظره من الحكومه وتدخل عشان نقدر ان احنا نرجع تاني نحاول نقلل من عقده الخواجه اللي موجوده عندنا، وان احنا نقول للمصريين على الاقل ان احنا عندنا منتجات على درجه عاليه من الجوده، وان هم يبداوا يعتمدوا عليها. أي. بطريقه افضل، خاصه ان معظم المنتجات اللي كانت بتيجي مستورده ورخيصه الثمن هي منتجات متدنيه الجوده ولها اثار سلبيه على المستهلك. فمن هنا كان التوجه عند الحكومة، فصدر الزيادة على التعريفة الجمركية في يناير اللي فات، ودي تاني زيادة حصلت السنة دي. خليني أكد لحضرتك على حاجة، مصر عضو في منظمة التجارة العالمية الـ WTO، وإحنا ملتزمين كعضو جوه المنظمة إن إحنا نلتزم بالرولز أو القواعد اللي موجودة فيها. عاوز أقول لحضرتك إن رغم الزيادات في التعريفة الجمركية اللي تمت سواء في المرة الأولانية أو الثانية، إحنا لا زلنا حتى الآن لم نتعدى السقف اللي ممكن يتحن القواعد الدولية أو قواعد التجارة الدولية، وده برضو لأن احنا بنكون حريصين إلى احنا حابين نشجع الصناعة، اللي هو احنا كده كده هنستورد بس بنعجز المستورد شوية أو بنخلي المستهلك يشوف الفاتورة أعلى فما يقبلش على شراء المنتجات دي. يعني هو مش قصة ان انا بعذب المستورد، لان المستورد في النهاية هو احد افراد المنظومة التجارية في مصر، لكن انا كل هدفي دلوقتي في الظروف اللي مصر بتمر بيها خصوصا مع عدم توفر العملات في الفترة اللي فاتت العملات الاجنبية، فكان في ضغط على الدولار وده تسبب في القصة اللي حضرتك طبعا مش محتاج ان انا اشرحها، لكن النهاردة الصناعة المصرية بفضل هذه القرارات بقى في اعتماد اكبر عليها. خلينا اقول لحضرتك رقم مهم بس جدا، خلينا نكون صراحه برضه يا استاذ ياسر، حضرتك عارف المنتج المصري عامل ازاي، طبعا لا نقلل منه، في منتجات رائعه وكل حاجه، لكن في منتجات على قدر متوسط او ضئيل من الجوده، فبالتالي انت لما تفسح ليها المجال وما يبقاش في منافسه ليها هتفضل على حالها، ويمكن ساعتها هيكون السوق ليها اكتر، فخلاص احنا مضطرين نتعامل معاها ونشتريها. فازاي انك تنهض بالصناعه، مش بس ان انا ابعد عنها المستورد والحاجات المستورده وخلاص.
خليني اختلف بس مع حضرتك في جزئيه مهمه. هو انا هنا مش بقول للمنتج المصري انت لوحدك في السوق فانتج اي منتج قليل الجوده وهيتقبل هيتقبل. حضرتك لسه حالا دلوقتي قايله في البيان ان قرار زياده التعرفه الجمركيه لن ينطبق على الاسواق او الدول اللي احنا موقعين معاها اتفاقيات تجاره حره، اللي هي بتمثل بالنسبه لي دول الاتحاد الاوروبي، بتمثل دول الكوميسا، الدول العربيه وتركيا، وبالتالي تمام انا هفضل استورد منهم برضو يا استاذنا، بس هيبقى بسعر اغلى، يعني هيبقى ده عبء على المستهلك، فساعتها هيوصل يعني هيضطر للقبول ب ما بيدفعش جمرك حضرتك، يعني اتفاقيه التجاره حره بتقول ان انا بشيل الجمارك بين البلدين، وبالتالي مفيش اي مفهوم. خلاص وضحت. تمام. وبالتالي المنافسه موجوده، بس انا بس المجال شويه للصناعه المحليه انها تقدر تتنفس وتقدر تتواجد داخل السوق، لان زي ما قلت لحضرتك هدفنا من القرارات اللي اتخذت الفتره اللي فاتت ومنهم قرار لوزير التجاره والصناعه ان احنا قلنا ما فيش منتج هيخش الا لما يكون من مصنع مسجل في بلده حاصل على علامات جوده او شهادات جوده. القرار ده ساهم حضرتك في ان احنا نقلل فاتوره الواردات 7 مليار دولار في اقل من 9 شهور. هتعملوا بيها ايه بقى؟ الدخل اللي هيتوفر ده. لا مش يعني هنا حضرتك الدخل توفر ده للدوله، لكن انا خليني اقول لك بقى الصناعه المحليه استفادت منه ايه. انا عايزه ان انا المبلغ ده برضو اني اروح بيه لمصانع متوقفه متعطله يمكن لاتفه الاسباب. ما هو ده القرارات دي هو ده هدفها ان احنا نقدر نقوم الطاقات العاطله، لان النهارده بقول لحضرتك بفضل القرارات دي بعض شغاله ب 20 و30% من طاقتها الانتاجيه، النهارده شغاله ب 100% من طاقتها الانتاجيه، يعني هيشغل فرص عمل ازيد، هيقدر يتواجد في السوق اكتر حتى لو لم يصدر، يعني انا في بعض المصانع بيبقى هدفها ان هو يغطي احتياجات السوق المحلي والسوق الداخلي، خدي بالك 90 مليون يعني سوق مش قليل خالص وسوق فيه بوتنشال عالي او سوق واعد جدا. عشان كده زي ما بقول لحضرتك كل القرارات دي بتصب في صالح الصناعه المصريه وكمان هتجذب استثمارات اجنبيه. طيب المجموعات السلعيه زي ما قدامي في البيان 320 مجموعه سلعيه صح؟ مظبوط. تمام. دول بقى القايمه دي الوزاره هي اللي اشتغلت عليها وهي اللي حددتها، ولا كان في تشاور مثلا مع اتحاد الغرف التجاريه مع اتحاد الصناعات، يعني تم الاستقرار يعني عليها على اي اساس؟ يعني بالتاكيد لازم يكون في تشاور حضرتك، لكن ما ينفعش ان بس هم قالوا لا احنا ما عرفناش حاجه، ما حدش قال لنا ولا خد راينا. ارجو ان حضرتك تشوفي البيانات الرسميه اللي صادره عن اتحاد الصناعات والبيان الرسمي اللي صادر عن اتحاد الغرف التجاريه بيرحبوا بالقرار، مع كامل احترامي لبعض الاشخاص قد يكونوا هم مش على علم، لكن قرار زياده التعرفه الجمركيه على منتجات لا يمكن يتم عليه حوار مجتمعي، لسبب لان لو حضرتك اعلنتي ان انا عندي اتجاه ان انا ازود تعرفه جمركيه على منتجات معينه هتلاقي حضرتك اللي عنده هيخبيه وهيطلعه تاني يوم الصبح بسعر اقل، والاستيراد هيزيد اكتر، هيجيبوا شحنات وهيبقى غصب عننا لازم ندخلها، وبالتالي لا تم التنسيق، وبناء على كده هتلاقي حضرتك البيانات الرسميه اللي صادره عن اتحاد الغرف التجاريه واتحاد الصناعات جميعها بتأيد هذه القرارات. تمام. شكرا جزيلا استاذ ياسر جابر المستشار الاعلامي لوزير التجاره والصناعه.